في إحدى الليالي شعر أحمد بالتعب والإعياء، فأصاب والدته القلق وقررت أخذه إلى أقرب مركز صحي. أخبر الطبيب الأم بأن أحمداً مصاب بمرض الدفتيريا أو الخناق، وهو مرض بكتيري خطير ومعدن يؤدي عادة إلى التهاب اللوزتين، الحلق، الأنف، البلعوم. شرح الطبيب للأم بأن السبب وراء عدم قدرة أحمد على البلع هو تكون غشاء بين اللوزتين قد يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس والوفاة لا قدر الله. أضاف الطبيب أن من أهم مسببات المرض عدم التطعيم أو عدم اكتمال جميع الجرعات والتواجد في الأماكن المزدحمة الموبوءة والمكتظة بالسكان. تنتقل عدوى الدفتيريا أو الخناق بواسطة الشخص المصاب إما عن طريق الرذاذ المتطاير بواسطة الكحة أو العطاس أو ملامسة إفرازات الشخص المصاب أو السوائل التي تخرج من التقرحات الجلدية المصاحبة لهذا المرض. استخدام الأدوات الشخصية التي تصل إلى لعاب وإفرازات المريض كالأطباق والأكواب وغيرها من الأدوات، وأن من أهم أعراض المرض الإصابة بالسعال أو الكحة مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، الشعور بالإعياء والتعب، وجود رائحة كريهة في الفم، تغير صوت المريض حتى يصبح خشناً شبيهاً بصوت الحصان، الشعور بألم في الحلق، الصعوبة في البلع، تكون الإفرازات في الأنف، الإحساس بالغثيان وصداع في الرأس، انتفاخ في الغدد اللمفاوية الموجودة في الرقبة. إن الوقاية من الدفتيريا تتحقق من خلال الآتي: أولاً، الحرص على التحصين وأخذ جرعات التطعيم كاملة، خصوصاً اللقاحات المتعلقة بالدفتيريا، السعال الديكي، الكبد الوبائي، التيتانوس، التهاب السحايا، 3 جرع مكتملة بحسب جدول التطعيم. ثانياً، تجنب مخالطة المصاب وعزله في مكان خاص بعيداً عن بقية أفراد الأسرة. ثالثاً، استخدام الكمامات عند رعاية المصاب. رابعاً، تجنب الأماكن المزدحمة المكتظة بالسكان في مناطق انتشار المرض. عاد أحمد إلى المنزل وأخذ الأدوية التي وصفها له الطبيب وبدأت حالته بالتحسن. وفي الأخير تقول أم أحمد: عند الاشتباه بإصابة أطفالكم أو أحد أفراد الأسرة سارعوا بنقله إلى أقرب مرفق صحي. مع السلامة.